السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة ديانة الأخشاب. إن شاء الله بغيت نبين لكم هذا النهار الفرق ما بين لابري والماسية، الفرق اللي بيناتهم. إحنا قبل أرجع قبل كنا كنديرو الماسية، كانت حرشة كانت تجي، كنا كنديرو نطبقو بها وكنخدمو بها ونخفوها بالديلي وكنخدمو بها، وبي كنجيو نجلدو بحال مثلا هذه درت الماسية كنبغي نجلدها، ملي كنجلدها كنمشي نجيب نتاع البروديك، ما كنتش كنا نجيبو هذه لان هذه حرشه بزاف وكانت تيبس في الساع، لان كانوا مكثرين في هذيك البودر اللي كتيبس، فهمتوا؟ في التالي وبغات هي انها الشركه ديال اطلس بغات انها تزيد تطور المنتوج ديالها ورداتو بحالها بحال البروديك، فهمتوا؟ رداتو بحال البروديك. بين رداتو بحال البروديك، علاش هي رداتو بحال البروديك؟ لان البروديك شنو كانت بغات دير؟ بغات تعطيك ما بين لابري وتعطيك ما بين كيسميتو الماسيه، يعني انت تقدر انك تستغنى على لابري وكتقول لك بلا الماسيه اللي درناها لك دروك فيها لابري وفيها الماسيه، يعني كتلاقاهم بجوج في خطره واحده، يعني بلا ما تمشي تشري هذا المنتوج، فهمتوا؟ بكري كنا كنشريو هذه وكنتبعوا لها لابري، دروك هما طوروها ولات كتخدم. لان هنايا اللي كيبقى يستعمل ويتبع الفيديوهات ديالنا خصو يعرف بلا ان المنتوجات ديال اطلس ولا ديال بروديك ولا اي شركه يعني كتطور، يعني تقدر تطلب تضرب واحد العام عامين يعني كيبدلوا المنتوج ديالهم. ولكن الا كنت متبع معايا في القناه كنقول لك فراهم واصلين في المنتوجات ديالهم. الماسيه اللي كانت قبل راه ما بقاتش، تبدلت، ماشي هذه تبدلت، هذه شي قريب عامين ولا 3 سنين باللي تبدلت ولات دارتها خفيفه، فهمتوا؟ حنا الا درنا هذه وزدنا فوق لابر يعني مزيانه مزيان كتجد، وهي ماشي مشكله ضرب بحال بالنسبه لهذا السداري هذا. ها هو انا سرجيتو اي بالماسيه، ها هو سرجيتو بالماسيه هنا خوتي، شت البلاصه اللي كيبانوا لكم مازال ما يبسوش، هذوك كاين تما نيكسون توفر، هو كيدير شويه الرطابه كتكون، لان كنت ديجا ضربت الكوش الاول وعاودت كيسميتو ضربت السونتوفار وحكيت مزيان وضربت الماسيه، دروك انا دي اير رطب شويه هكذا، الا دخلت شويه على اللوح غادي نولي نعاود لواحد الكوش ماسيه، وغادي نضرب له البنتورات الذهبيه ان شاء الله، وغادي نوريكم نشارككم هذا الفيديو الثاني تاع حادث الدار ان شاء الله. يلا خوتي، المهم باش تعرفوا الدور ديال لابري، لابري خوتي كتعزل الطبقه ديال الماسيه كتعزلها، فهمتوا؟ هذه لا، هذه ما كتعزلكش، ولكن الان بنطوروها ولات حتى هي كدير واحد العزل، ولكن ماشي شي عزل، عزل نتاع 80%، هذه لا كتعزل لك كثر الكري، الكري اخوتي كدير واحد العزل، يعني كتبعد لك كتفرق لك ما بين، يعني كما نقولوا درت الماسيه وكذا، لان الماسيه في الساعه الى قاسها الماء ولا خليتها هي في الساعه كتضيع، الا درت فوقها هذه يعني صافي كتعزل الماسيه صافي كتبقى بوحدها، اما الا درتي الماسيه ودرت فوقها البنتوره كتقدر تشترك معها البنتوره وكتضعفها، الماسيه كتضعف لك الال 5 بالنسبه للاكريليك لا ما تقدرش تضعفها، فهمتوا؟ هذه اردوشين، انا كنخدم اردوشين ما كنخدمش الزفت خوتي، فهمتوا؟ هذه مزيانه بالنسبه للزفت خوتي، هذاك الزفت اللي كتخلطو ما كتستافدش به بزاف، هذه كتعطي لك حوليه الاخرى كتعطي الحموريه، يعني انا كنفضل هذه على الزفت. هذه خوتي هذا الكولور ديال البوليستر في وقت البروده كيبس في الساع، كيبس لك ولكن ما ديرش بزاف لان كيدير. المهم مستقبلا ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات في البوليستر. بالنسبه بحال هذيك نقدر انا ندير واحد الديكور هنايا بالبوليستر، ولكن احسن حاجه ان الانسان اللي يدير بوليستر في هذه المناطق هادو يعني خص يكون متلاصق الكولور، بحال مثلا دير الراماج والبوليستر هنايا بشي لقطات وكذا يكون قريب، بحال مثلا الكحل يقدر يجي معاه الابيض يقدر يجي معاه الذهبي، المهم خصو يكونوا متلاصقين الكولورات يكونوا قرب لبعضياتهم، فهمتوا؟ باش هادي دير هادو الناموسات كيجي لهم بوليستر كيطلع فيهم واع، فهمتوا؟ بحال مثلا هادو ما غاديش تقدر تضربهم بوليستر، هادو كيمشيو الصباغه، فهمتوا خوتي؟ بحال هادي كتشور للصباغه، هادي ما تقدرش دير لها بوليستر، تقدر دير شي لقطات ولكن ما تشوف، تقدر دير بحال مثلا السكوتش هنايا في هذا المربع هذا هكذا، دير السكوتش هنايا ودير له شي طبقه هنايا يب واحد الجهه من وجهه. المهم خوتي نتمنى انكم تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو هذا، وان شاء الله دروس اخرين ان شاء الله نبقاو نقارنوا لكم ما بين البنتوره، بحال مثلا نعطيكم واحد ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نقارن لكم ما بين البنتوره نتاع الال 5 اللي كنخدموها والبنتوره الاكريليك. يلا خوتي السلام عليكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا جيم. يلا السلام عليكم.